طيب، محمد خليفة محامي ومستشار قانوني وصاحب كتاب بين يدي الدستور، والعنوان الفرعي هو بحث فيما يجب بحثه قبل إصدار الدستور، بمعنى أن هذا الكتاب يتناول المواضيع التي ينبغي مناقشتها والفراغ منها قبل الجلوس لصياغة الدستور. وإذا كان الاستفتاء على الدستور متعثر الآن، فأحد الأسباب هو أن الكثير من المسائل التي ينبغي حسمها قبل الجلوس لصياغة الدستور لم تحسم. فالاطلاع على هذا الكتاب يمكن من له رغبة في تكوين فكرة على هذه عن هذه الإشكاليات، فأرجو أنه يحظى باهتمام القراء، لأن ستكون عليه ندوات وحلقات نقاش في المستقبل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.